عليكم. اليوم نروح لبلدية رغاية لنقف على الأشغال تاع المدخل الجديد للمنطقة الصناعية تاع رغاية. إذا ونروح نشوف المشروع هذا تاع إذا منطقة هنا عندنا المنطقة تاع رغاية تاع المنطقة الصناعية اللي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الجزائر. و هنا المنطقة هذه المكان هذا نشوف أنه فيه إشغال راهي قيد الإنشاء هنا مدخل جديد للمنطقة الصناعية من طريق السيار الشرق غرب هنا. والعلم أنه الصور هذه عندها شهرين، لكن المدخل هذا قد تم إنشاؤه. هنا نشوف هنايا عندنا هنا يكون فيه محول من هذا النوع هكا، يعني يولي عندنا محول هكذا وكذلك محول هكذايا. وهذه الأشغال هذه في الحقيقة انتهت، وسوف نشاهد الصور نتاع المشروع هذا نتاع المدخل الجديد للمنطقة الصناعية تاع رغاية. إذن بدون إطالة نروح نشوف هذه الصور التي اتخذت هذا الأسبوع بمناسبة زيارة وزير الأشغال العمومية إلى تلك المنطقة بمعية والي ولاية الجزائر العاصمة. إذن نخلي لكم مع الصور، والسلام عليكم.